بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بدايتي كانت يعني غير متوقعة من حيث الإمكانية الصعود للمنبر. كان الوالد الله يرحمه يخطب الجمعة في مسجد السطوة الكبير، فصار مريض وسافر إلى الخارج للعلاج، فاتصل فينا الشيخ علي الرئيس اللي كان متولي أمور المسجد، فقال الوالد مسافر وأنا أيضا مسافر، فما في حد يخطب غيرك أنت. قلت لا أنا يعني صعب أن أخطب يعني. قال لا أنت توك بتخرج من الجامعة 1991 وهذا شغلك أنت يعني. فالمهم في الأول اعتذرت، فصار يوم الثاني اتصل فيني مرة ثانية قال لا شوف ما في عندك أي مهرب من هذا، أبوك ما حد وأنا بعد مو موجود مسافر، فما في غيرك يصعد المنبر غيرك أنت، وأنت دارس شريعة وأبوك خطيب ويدك خطيب وعالم، فما يصير أنت يعني تتهرب من هالشغلة، هاي شغلتك أنت يعني. قلت أمر الله ما في حل، ما في مهرب من هذا يعني. فبدأت أجهز الخطبة، كان في الخطبة في موضوع الاتحاد، كان في يوم الاتحاد، فجهزت الخطبة وأنا يعني متخوف متردد كيف أصعد، كيف أقابل الناس الجمهور الكبير خاصة في هذا المسجد، مسجد كبير جدا يعني. ولكن قلت خلاص أنا هذا يعني لازم أكون قد المسؤولية. في يوم أصعد أطالع في وجوه الناس، قلت لا هذا شيء طبيعي عادي ما في أي مشكلة، فبديت أخطب. فيعني كل ما أخطب أشوف يعني التوتر يقل يقل يقل، لأن الحمد لله في الخطبة الثانية كنت طبيعي جدا وما شعرت بأي مشكلة بعد ذلك يعني. أما بالنسبة للصلاة فكنت أصلي قبل يعني أيضا يعني إمام، فما في أي مشكلة عندنا. نعم جدي الشيخ علي كان حافظ القرآن، وهو من تلاميذ الشيخ سلطان علماء الكبير والد الشيخ محمد علي، وكان خطيب وكان يكتب الخطب، وعند يعني بعض الخطباء يعتمدون عليه في كتابة الخطبة. فالعائلة عائلة علمية من هالناحية، الوالد الله يرحمه كان يعني خطيب ومهتم بالجانب العلمي والفقهي، ونحن نفس الشيء يعني في العائلة كنا ملتزمين في هذا الخط. ومن البداية أيضا أنا درست في الشريعة في كلية الدراسات الإسلامية، وكذلك يعني بدأت في العمل يعني حتى وأنا صغير كنت أدرس الفقه على يد الشيخ محمد علي سلطان علماء الله يذكره بالخير، كان يدرسنا الفقه فقه على مذهب الإمام الشافعي والنحو، كتاب الأجرمية متن الأجرمية كنا ندرس، وكتاب الأربعين النووية والتفسير وغير ذلك من الكتب يعني الشرعية من الصغر يعني من قبل ما ندخل في الجامعة وكذا. أنا بدأت في الخط العربي وأنا صغير يعني ممكن نقول 6-7 سنوات أو 10 سنوات، كنت عند شيخة من الشيخات كانت تدرسني الشريعة، وهي كانت خطها حلو جدا يعني، فكنت أنا أقلد خطها وأتنافس مع غيري في التقليد، فحبيت الخط من ذاك اليوم. ولكن ما درست الخط بشكل أكاديمي ولا في معاهد ولا شيء، لا، وإنما حاولت أنا أقلد الخط. وبعد ذلك يعني حاولت
أجلس عند بعض الخطاطين المعروفين. فمن هذا كانت البدايات يعني. أنا درست أول شيء الثانوية العامة في دبي، وبعد الدراسة بعد دراسة الثانوية العامة كنت أبغي أدش الجامعة، فكنت في وزارة التربية والتعليم، فقال لي لازم أول شيء تدرس الدبلوم التأهيل التربوي. درست دبلوم التأهيل التربوي سنتين بعد الثانوية العامة، وعقب دخلت الكلية، كلية دراسات إسلامية في دبي. يوم تخرجت من الجامعة على أساس أني يعني أكمل في التدريس، فصار في بعض النصائح من بعض الإخوة أنك أنت ليش ما تشتغل في الأوقاف، كان يسمونه قبل الأوقاف دار الشؤون الإسلامية. قلت مو مشكلة بنشوف، أفكر. فقدمت الأوراق واشتغلت في إدارة الشؤون الإسلامية، كان يسمونه إدارة الشؤون الإسلامية. فكان شغلي إدارة المفتشين، كانوا يسمون مفتشين المساجد. فقلت أول شيء كلمة التفتيش هذه ما تعجبني، خلينا نغير نسميهم الموجهين، موجهي الأئمة والخطباء والمؤذنين في المساجد. فغيرت الاسم، فصار القسم قسم من قسم المراقبة إلى قسم التوجيه والإرشاد، قسم التوجيه والإرشاد. فمسكت القسم هذا فترة من الزمن، ثم يعني انتقلت إلى إدارة البحوث في قسم المكتبات، وفي نفس الوقت كنت أكمل دراستي في الماجستير دراسات عليا. فدرست في جامعة الشارجة دراسات عليا قسم اللغة العربية، وتخرجت الحمد لله سنة 2008 ماجستير في اللغة العربية. كنت في مسجد واحد في البداية، كنت في مسجد الحاج ناصر في ديرة، كنت أخطب فترة طويلة كمتعاون. وبعد ذلك يوم كنت في الدائرة كنت موجه للخطابة، فأمر على الخطباء فترة طويلة يعني، أيضا أمر على الخطباء وكموجه للخطابة. وبعد ذلك استلمت مسجد بشكل أيضا بشكل مستمر يعني في مكان واحد، حتى تفرغت أيضا الآن يعني ماسك مصلى العيد، مصلى العيد بردبي في الكرامة، أنا أخطب في هذا المصلى من فترة طويلة أيضا، وكذلك بعض الأوقات في التلفزيون أخطب في التلفزيون، وهذا بشكل متقطع طبعا حسب الدور. في أول خطبة من خطب التلفزيون في عام 1999، وكان الوالد كان موجود في مسجد أبو عبيدة بن الجراح في منطقة الجافلية، وكان بالنسبة لي أول مرة أخطب في التلفزيون. بدأت في الخطابة وإذا الميكروفون يطيح من هذا على الأرض، وأنا ما أقدر أشيل، لكن الصوت موجود، صوت المسجد نسمع بشكل واضح، الناس ما عندهم أي مشكلة. فهذا ما أنا ما انتبهت إنه يكون له تأثير يعني، فبعدين عرفت إنه يعني الصوت في التلفزيون انقطع. وهذا كان شيء ملفت للنظر يعني، ان الصوت هذا المهم في التلفزيون الناس يسمعون، في النص نص هذا يعني انقطع، لكن بعد ذلك رجعنا الميكروفون الى مكانه يعني. وهذا يعني واجب يقدمه للجمهور وللناس ولدينه، فما في شيء اسمه اعتقد ملل، لانها حياه الانسان يعني، مثل الواحد يدرس سنوات وبعدين يدرس أو يشتغل في وظيفته،
فما يقول أنا مللت من الوظيفة أو مللت من التدريس أو مللت من العمل، فكل يوم عن يوم يتجدد، يعني كل يوم يتجدد عن الثاني يعني. فأنا ما شعرت بالملل ولا أي شيء يعني. مرة واحدة صار تأخير عندي، كنت لازم أطلع من الشارجة إلى دبي، وكان بعيد قبل ما أتعين في الدائرة، وكان في دبي وين في الجميرة، وما توقعت إنه يكون في زحمة في طريقي أنا، عادة يوم الجمعة ما كان في زحمة. فهذا اليوم ما أدري شو كان السبب، حادث ولا شيء، من الشارجة لين دبي تأخرت ممكن فوق ربع ساعة أكثر من اللازم. فيوم وصلت أشوف أحد الأخوة صعد المنبر في بدايته، فقلت لا خليك كمل دربك، ما في أي مشكلة. نعم. في خلال هذه المدة الطويلة يعني عايشنا تطور دبي وتطور الدائرة بشكل خاص. من ذاك الوقت لنا اليوم أمور تطورت كثيرا. من نحن بعد ذلك اشتغلنا في التفسير، تفسير القرآن الكريم، تفسير الدائرة أعدتها يعني، واشتغلتنا من حيث يعني الإعداد والمراجعة والتدقيق، وتعاوننا في هذا الأمر مع جهات خارجية في المغرب، جامعة القرويين، علماء من الجامعة هذه، ويعني حتى أخرجنا هذا التفسير بشكل لائق يعني جميل جدا من حيث يعني الأسلوب وسهولة التفسير، وأن يكون يعني ميسر للقارئ، ما يكون في التعقيد الأسلوب القديم، وإنما أسلوبه سهل جدا للقارئ العادي أو الغير متخصص. فالحمد لله هذا التفسير موجود وطبع ونشر الحمد لله. وهذه الخدمة، خدمة التفسير، وكذلك أمور أخرى مثل الاهتمام بالمسلمين الجدد، وكذلك نشر ثقافة التسامح والتعايش، فهذا ما يقدمها دبي للجمهور وللعالم بأجمع، والحمد لله على كل حال. ونحن الآن يعني في تطور مستمر، ما نتوقف، ونجد أن بعد فترة كل فترة أخرى نأتي بأشياء جديدة دائما يعني. دائما هذا دايما دبي والإمارات العربية المتحدة، أن ما في نقول وقف هذا ويكفيك اللي قدمت، لا، وإنما في تطور مستمر، والخدمات يعني دائما بشكل مستمر في التقديم وفي التيسير على الناس وعلى الجمهور وعلى المتعاملين، وهذا الحمد لله على كل حال يعني من الأمور اللي احنا نعيشها من أول ما يعني دخلنا فيها هذا المجال.